بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله في جميعكم. في مقاصدنا وفي مقاصدكم. والماهيات للممكنات، ماهيات ممكنات أي حقائقها، حقائق ممكنات. بلى، مفرد بن يا مركب بن، ماهيات كان مجعولة بسيطة كانت أو مركبة، ماهيات كان بسيط بن يا مركب بن مجعولا أي كل ماهية، ماهية بجعل الجاعل، يعني هم ماهيتك بجعل جاعليا أو كلمة جعل مجعول بون أصلي خوي أو أشتل فلاسفان را هاتو تنيو إسلاميا لجياتي بلان مخلوق دلان مجعول شنك أوان عالميا في قديمة دل نتيجة دام ماهياتي ممكنات لنظروان ومخلوق نية مجعولة إلا قديم رجع الكلام. نعم، أقول له ما شو كلمة مخلوقة ويتداك لأن بوني راهات بتبوني وانش في عنواني وابيع. بلى. وان كلمة مجعولة بكادم وهتوا بس جيب واجبي بالذات هي. احتياجي بواجبي بالذات هي. وابس تبويا. أو كلمة لوان رادا كوتوا. شاكا مجعول بون. هاتو تنيو إسلامي نيش. أيش بمعنى صحيح يخوي استفادة لك هذا لما هيات مجعول مطلقة، مجعول يعني محتاج بمؤثرين، محتاج بفاعلين. شاكا أو أهل إسلام يدير اتفاقا لس المخلوق بونيا هيا دواي مخلوق بونيا شاكا اختلاف يعني دويدا كآية ما هيات مجعول مطلقة وقيل مجعول مطلقة شاكا بلا ثالث أقوال دلقة مركب مجعول بسيط بون مجعول نين أقا مركب بون مجعول احتياجان بأجزاها أو احتياجا بأجزاي دكاتا مجعولية أقا بسيط بو أجزاني احتياجي بأجزان دن زدا مجعولني أو كسيك دل لا مطلقة دل ما هياد من حيث وجود مجعولة دنا ما هياد من حيث من حيث ذاته من حيث هو هو حتى وجود فيدانك مجعولنيا مجعول محتاج بمؤثرينيا ده وجود يدا احتياج بمؤثريها جاء او قصان جيكا كي ايرنيا منتهى شوكا بعض صفات خدا بعض اشتي كردو او كلمه شي دير دا بهر حال دني واهلي اعتقادي اسلامي دا او قصا مطرح دا خو ما هي شنو وش هنا هو تمام. فز ماهيات، ماهيات مطلقة، مطلقة شاكا بسيط بن يا مركب بن مجعول يعني كل ماهية بجعل الجاعل، هم ماهية وابستب جعل جاعل وابستب مؤثرها ما ونيا صرف نزل لوجود خارجي ما هي هدا وجودي ذهنيش دا ماهية با وجودي خارجيش بيدان وجودي خارجيش بيدانك نيازمند با با بمؤثري هي نيازمند بفاعلي هي اگر مركب نيازمند باجزايا شاكا قيله چيش دلا لا مطلقه ماهية مطلقه مگر وجودي خارجي بيداكا دنا مجعولنيا شاكا بجعل جاعلني هر ماهيتي بذاتي خوي متقررة دا وجود خارجي دا ونيازي فيدادكا والحاصل دا وجود ذهني دا هج احتياجي شبهيزني بجعل جاعلني ووجودي احتياج بجعل جاعلي فيدادكا وقوي وابل اشتيش عدمي اشتيش عدمي احتياجي بجعل جاعلي شيء نيهتا احتياجي هبه اوجوايا ماهيات ماهيتي ممكنات بوجوده او فيدادك ادنا ما هي صرف نزل لوجود خارجي جعل جاعلي بوسيا او دي كش دلنا حياتي او وجود خارجي ده نظر دغري بويا دلا حياتي متوجه يعني هر يكي ديدكي متوجه شتيكا يك ديدكي متوجه وجوده يك ديدكي متوجه وجود خارجي
بويا أو دلا مجعول أو دلا مجعولني. أو أيدي كش صرف نظري لوجود خارجي وذهني كده توجهي با مركبونا مركبوني كده دلا أجا مركب واحتياجي بأجزاهايا كابو مجعولة مجعوليتك أو احتياجي بأجزاهايا ساكا أجر بسيتي هو واحتياجي بأجزاني أرسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات أي الظاهرات وخص خداي تعالى بيغمبراني نادونه بيغمبرانا مؤيد بالمعجزات ظاهر واضح كبو خلشي حجتي اغنميني عليه وان وخص محمدا صلى الله عليه وسلم منهم دبين الرسل دا بأنه خاتم النبيين تخصيص دا بو خاتميتي خاتميتي اي بيغمبران اي رسولان نكر اي نبيان خاتم النبيان بي بلا خاتم رسولانيش چونك رسولك خاصترا كما قال تعالى في كتابه المبين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يعني ولكن كان رسول الله وكان خاتم النبيين بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين خصه بوي خاتم نبيين مبعوث إلى الخلق أجمعين خلق منظور أجنة وإنسان أواني ديبو أجنة ننار دراون با أجنة إيمانيا في أبوبن ويا أجمعين ننار دراون بوهمو كز ننار دراون كما في حديث مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وفسر أو كافة نبي الإنس والجن كما فسر بهما من بلغا في قوله من بلغ في قوله تعالى من بلغي وقفي لسيدك في قوله تعالى أوحي إلي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وحي هروكو من بلغ دو آتي داب جن إنس تفسير كراوته أوحي وأوحي إلي وحي كراوة من أو قرآن بوي إنزار بكم بترسين بوسيلة أو قرآني أنقوه هركسي جيك أو قرآني بيبقى ساكا بلغه القرآن من بلغه يعني أن إنسو جين أو شروع تفسير كلام أي بلغه القرآن والعالمين في قوله تعالى يعني كما فسر بهما بجن إنس أو من بلغش أو عالمين أجدو آتي داكا نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصرح الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة وفي الباب الخامس بانفكاكهم من شرعه وفي الباب الخامس عشر بانفكاكهم من شرعه وفي تفسيري الإمام الرازي والبرهان النسفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية على أنه لم يكن رسولا إليه حليمي تصريح كدوة بيهقيش دباب الرابع لكتاب الشعب الإيمان دا تصريحا كدوة بويك في غنبه صلى الله عليه وسلم مرسلي إلى الملائكة دباب بازد دلا بيهقي دلا أوان جاوازا للشرعي في غنبري صلى الله عليه وسلم شرعي تايبت بخوان هي ده تفسير إمام رازي وتفسير النسفي ده حكاية نقل إجماعي كردوا كراوة لسر تفسير آية الدوام حكاية إجماع ده آية الدوام ده حكاية إجماع لسر أويك آية الدوام ومن بلغك يا نزل الفرقان في مسيطة يكون للعالمين نذيرا آية الدوام بلا وعيد يقول إن أنا بعدي ما في إلي هذا ما ومن آياتك أو تمام كفي غبص صلى الله عليه وسلم مبعوثي والنبوة
رسول يوان نبو تمام المفضل على جميع العالمين خصه بأنه المفضل على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم لأنبياء وملائكة وأجنة ونيا فلا يشركه غيره من الأنبياء فيما ذكر خاص كراو بوانا دا نتيجة خاص بونك خاص كرانك دا غيري لأنبياء شريقنين دا قالي دو سيشتان دا دا خاتم بون دا دا مفضل على جميع العالمين با دا بمرسليات بو كافة الخلائق جن وإنس تاكا وبعده في التفضيل الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام دواي في غنبرية دا تفضيل دا أنبياء دواي في غنبران لهم كذ قورة ثم ملائكة عليهم السلام فهم أفضل من البشر غير الأنبياء ملائكة أفضل ترن لبشري غير أنبياء شاك ما دام دواي أنبياء نوري ملائكة بي بس أو أنت في علوية بس ملائكة أفضل ترين لبشري ديكا غير أنبياء شاك لبشري غير أنبياء بلا خواص سكاني اللي خواص ديكا قورة ترين دنا خواص بشل عوامي ملائكة قورة ترين تمام والمعجزة المؤيد بها الرسل أمر خارق للعادة أو معجزيك تأيدي في غمراني فكرة وأمرشي خارق عادة الله تعالى مخالف عادته بأن يظهر على خلافها بوجودك ظاهر والمعجزة أمر خارق بأن يظهر أو أمر خارق على خلاف عادته على خلاف عادة الله دا خلق دا كإحياء ميت وإعدام جبل دا عادة الله أواني خلق إحياء ميت بكاتو إعدام جبل بكا وإنفجار الماء شاكا من بين الأصابع كوبو بيغنبري صلى الله عليه وسلم رويداوا إحياء ميت وحضرة عيسى فيما أبو بيغنبري شاتو تكيش شاكا إعدام جبل أهو النبي شتوبو كذبين مثالا انفجار ماء من بين أصابعي في غمر الشيطة مقرون بالتحدي أمر خارق العادية وهاوري دقل تحدي لترى في غمر كامرة تحدي يعني مقابلة طلبي شاكا بلا والتحدي الدعوة للرسالة شاكا مع عدم المعارضة مقرونة دقل تحدي لترفي غنبركان راو وهاورية دقل معارزة من المرسلي إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق ما هاورية دقل تحدي وهاورية دقل نتوانين معارزة دقل كردن للايان مرسلوا إليه مكانوا بوجوري كظاهرنا باللوان ظاهر نابي لوان مثل أقوي بلا ظاهر نابي ليا بلا جا ظاهر نابي بو يكتب بو هر دكان بقريتوا آيا ناتو أنن يادتو أنو ظاهر نابي شنك هدو قصهن هاتا نو قصهن ضعيف شأوي ديكا والتحدي الدعوة للرسالة تحدي دعوى رسالته بلى جابوا تحدي دعوى رسالته فيه تنبيه على الاكتفاء بدعوى الرسالة تنزيلا لها منزلة التصريح بالتعدي الذي هو طلب الاتيان بالمثل وأصل التحدي لغة المباراة والمعارضة شاكا بلى مقرون بالتحدي مع تحدي دعوى رسالته تحدي دعوى رسالتنا بلد الله تنبيه كدول سرهويك اكتفاي بدعوى رسالت كدول الجاي تصريح بتحدي كتحدي طلب الاتيان بالمثل والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مقرون
بدعوى الرسالة دعوى رسالتي كي كهاوريه دقل دقل طلبي اتيان بمثل لغير كأنه بوينا أمر خارق للعادة مقرون بدعوى الرسالة دل مقرون بالتحدي أو تحدي دقل دعوى رسالتك هل دبت ويك والتحدي الدعوى للرسالة تحدي دعوى رسالة جنبي هاوري دقل دعوى رسالة يعني دعوى رسالتي الدعاية ككابراء دعوى هناني مثل دكال غيره جنات ونبيه فيه تنبيه على الاكتفاء بدعوى الرسالة بلى أو الدعوى للرسالة أو الشرح برنقة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة بلى والتحدي أو نابمة بأوى مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة ذاك والتحدي الدعوى للرسالة فيه تنبيه على الاكتفاء بدعوى الرسالة تنزيلا لها منزلة التصريح بالتحدي بلى ثم الأم والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي بلى والتحدي الدعوة للرسالة هم متن لدينا الدعوة كمتنا بلى والتحدي الدعوة ظاهرا هيتشي المتنية مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخالق والتحدي الدعوى للرسالة تحدي دعوى رسالته ما دام ظل مقرون بأبا تحدي دعوى رسالته دعوى رسالتني ولدعوى رسالتك التحدي دقلا لدعوى رسالتي را لازم دي تحدي تفسيرها با لازم كردويتوا ها لا 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 دعوى رسالة ترى لازم دي بلا لكهان را لازم دي كهان للدعوى رسالة ترى لازم دي دعوى رسالة ترى لازم دي تحدي لكهان دي تحدي كلمة لازم دل تحدي دعوى رسالة تاك تحدي لازم دعوى رسالته بوي تفسير كدوتو فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم والخارق خرج الخارق من غير تحد خارجي ببي تحدي ببي دعوى رسالة يعني ببي مبارزة طلبي وببي طلبي اتيان بمثل كيوش كرامة أوليائه وهو كرامة الولي خارق للعادة أما هاورين إذا قال تحدي بلى والخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية خارج أمر خارق العادة كيش تحدي كيبيا يا دواي تحدي كيبيا با بيش بونو دوابوني كمقارنة إليه بسطيني ساكا مقارنة أوشر المعجزانيا ونيا شو كده بيا أمر خارق للعادة بمقرون بيه قال تحدي كي أو أختي وانيكا أو أختي بلا أو أختي معجزة تمام بلا فس خارق العادة يجي كمتقدمة لس التحدي يا متأخرة للتحدي تقدم متأخرة كي بجوري شوائك مقارنة عرفي ليدستينيها أيش خارج بو وخرج السحر والشعبذة شاكا تردستيو سحر أوان من المرسل إليهم إذ لا معارض يعني أجا مرسل إليه كان ونيا أشخاص
سحر يبكن يا شعب يبكن أو هونيا شاكا شو كمقرونية دقل دقل بلا عدم معارضة إذ معارضة بما بذلك بما زوجر من معارضة تدانية يعني شو معارضة تدانية يعني نابت معارضة أمر خارق العادة كي سحرتي كأوان ديكن يا شعب ديكي أوان ديكن أو خارج دبيتون كمعارضة بوي بيقنا هذا قال أمر خارق العادة أو أنا خارق العادة نين أو شعب دو سحر خارق العادة نين بو سحر خارق العادة نين خارق العادة نولي دعوة عدم معارضة مش مفردي دي كيش دتواني أو يبيني بلا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مقرون بتحدي مقرون بتحدي هاورد قال نتوانيني معارضة لمرسل إليه كي يكتد هاورد قال نتوانيني معارضة سحر بوي خارج دبيه شعبة بوي خارج دبيه شنك هاوريني دقال عدم معارضة المعارضين كان معارضة شيبكن دتوانن بيكن واني كانت وان المعارضة دي قبلك تمام؟ ودو آخرين دي أبو آي كردوا كتيكال فيكال آي كردوا متنكش وشرحكش واني جمان دوبون وقم ليه فزو التحدي الدعوة متنية قول لي يا ليش دامت النية يا متنت يا والله ليش دامتنا كلنا والله والتحدي الدعوة دي للرسالة متنية وتفسيرك شي دروز نية بمعنى مرادفة تحدي طلبي إتيان بمثله بلام طلبي إتيان بمثل شاكا لازمي إي معجزة كعبرا معجزة إذا كأمر خارق العادة أنجام دا ادعاي رسالة دا أو تدايا كأنغو أغر دتوانن إتيان بمثل فكن تحدي تدايا فز أو تحديا لازمي دعواي رسالة وجود معجزية نك خدي دعوى رسالتك تحدي به فخرج ما دام معجزة أو أبوه بو توصيفاتان وأمر خارق للعادة مقرون بالتحدي دقل نتوانين معارضة لترف خلشيرا خارج بو غير خارق خارج بو خارقي چي كتحدي تدا نبي يعني دعوى رسالتي تدا نبي طلبي اتيان بمثلي كلازمي دعوى رسالة معجزية او تدا نبي كدبت كرامتي ولي خارقي خني پیغمبركش كمتقدم بلسر تحدي كي يا متأخر ببجور چواكا خارجي بكال مقارنة عرفي اوش خارج بو لوي اوش دبت كرامتي پیغمبركي والحاصل أو خارق العادة نابت معجزة وأو جار خارج بو سحر شعبة إذ لا معارضة شاكا شنك معارضة يدانيا من المرسل إليهم سحر شعبة ديشي كأشخاص كخلق مرسل إليهم ديكا أويش بلا أويش خارج دبيا شن معارضة بسحر الشعبة دقل أمر خارق العادة ناكرية شن لا معارضة بذلك معنى شي لا معارضة بذلك السحر بو خارج دبي أمرك خارقي للعادة شاكا مقرني دقل تحدي دقل دعوة رسالة مقرون دقل دعوى رسالة دنيا وخرج السحر والشعبدة من المرسل إليهم إذ لا مع عدم المعارضة القيد سيوم لأن القرآن أنا مقرون بالتحدي ومن الزمان بكتا ساحر دعيك مبراتك بلى
مقرون بالتحدي بلى مقرون بدقل تحدي ومعارضي ومع عدم المعارضة من المرسل إليهم معنى شيء أوي متقدمة في دلان إرهاص أوي متأخر شدبت كرامات بعض كان أوي متأخر كسر جزء معجزة حساب ده كان متقدمة كنا أويها بإرهاص ذا دنيا أو جاد دل السحر وشعبة ده خارج من شن جود السحر وشعبة ده دا دعوى رسالة تدانيا نا كابريت في غنبري بدرو بيكا وسحر وشعبة دنيا أو ادعاء معجزة دي كابوينات يتسريع السحر وشعبة دي دا وتحدي تدانيا دابو بلا إز لا تحدي بزالي في ذلك السحر وشعبة دي دا تحدي تدانيا وخرج السحر بغمبر السحر وشعبة دي ناكا شون بغمبر السحر وشعبة دي بكا خلق خلق سحري كي ساحر دي كا خارق العادة يا خارق العادنيا أي شعبة ده خارق العادة ولبول لتعريف معجزة خارج ده بيه شون كتحديت يداني شون هاوري ده قل دعوة رسالة نف هاوري ده قل دعوة رسالة أما معارضة يداني معنى يتي معارضة يداني خب نازاني دلاتي وخرج السحر والشعبزة من المرسل إليهم إذ لا معارضة بذلك منظوري تيا دل خارج وسحر وشعبة ده لترى خطيرة يعني سحره شعبة ديك خلق ديك نوبر معجزي ناكوية بو خارج ولا تعريف معجزي شون معارضي تدانيا شون معارضي تدانيا يعني كابرا داواي معارضي ناكا داواي مقابلة بمثل ناكا ما قاوا وقوا وابلا إذ لا تحدي في ذلك دنا أو معارضي مع عدم المعارضين مع عدم إمكان معارضي ترف ناتو أنا معارضي بكا ساكا أوش كدل لا معارضة بذلك يعني معارضة يدانية يعني طلب معارضة يدانية وقوي وابلا لا تحدي بذلك آوايا تواوينها اشتكيز والتواوينها والأجر دعوة رسالة يشبك أبوي جيب جنابي قصلاويا متوجه أبوي معجزة كي تشغل شرائتي وموافق بده قل مطلوبة كد نقب برخلاف بيت دريتو بلاي معجزة من أول تشاوي وكبراي تشاد كم تشاو كي ديشي ليش وركي والإيمان تصديق القلب إيمان عبارة لبري تصديق قلبي بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة إيمان تصديق قلب بوشتيك زاندرابي بزانيني ضروري كپیغمبر صلى الله عليه وسلم هناويتي زانيني ضروري به يعني معلومي ضروري به يعني مشهور به وشائع به وكز ضروره وابه بوي نكري دفع علمي لبكي نكري انكاري زانيني بكري منظور ضرورتي او ديره دا يعني عامه دا زانيه دا حد ضرورتي دا بو معناه دا حد ضرورتي دا که کبراد نزانی نیدا معذور نی و کو ادعای نزانی نکی و کو ادعای نزانی نی امری ضروری وایا. ای الازعان و القبول له چاک ایمان تصدیق قلبا و تازعان و قبولا بو او ما جا ما علم مجیئه من النبی صلی الله علیه وسلم ازعان تسلیم بون و قبول بون و قبول کرنی نکر علم پی بونی بتنی والتكليف بذلك وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بلى والتكليف بذلك بالتكليف بأسبابه تكليف بو إزعاني هرسن أو إزعان جزء كيفيات نفسانية جزء أفعال اختيارية كده اختياري إنساني دابه علم البشتش دا بيدا بيا بيدا نبيا كيفيتي نفسانية اشتياق نيدا اختياري انساني دابه دي چوني تكليف بكراوا دلا او تكليف بزالي كي دا حق دا تكليف باسبابكيتي
تمام؟ بلق. كإلقائي إلقائي الذهني والظرف النظري وكو ذهن إلقاء كردن بدو اشتكيدا وكو هنانو بردني نظر وكو توجيه متوجه كرني حواس وكو رفع موانع خلاصة أغا تكليف كراوة يعني أو كارانة دا اختياري بشريان أو كارانة بكريا نك تكليف كراستا وخورو دا عمل قلبي كيف كاكا كيفية نفساني كيا چونك جزء اختيارات نيا أو تمام كيف نفساني كيا مثلا نتوني حاصلي بكا ولا يعتبر التصديق المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادرين تصديق مذكور معتبر نيبو خارج من العهدة تكليف بإيمانه إلا مقر هاوري بيدقل كتني شهادتين بو كسيشي كقادر بي لالن بي من القادر عليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا تلفظ بشهادتين يجي كشارع كدوية علامات بوما بشران كدنا بو خوينا بوما بشران كدوية علامات تصديق يجي كخفية لما بو يشي علامة دانا وحتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا حتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا عند الله تعالى علامة بونا كي بحديك يا كابراي منافق مؤمن فيما بيننا ولي كافر عند الله أولا بروي كنما علامة بوما وبرحسب علامتك رفتاردك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا دجاج يا هردوه دا هذا إدامي فاز معتبرني أو تصديقا إلا مقر تلفظ بشهادتين تدابيا جا معتبرني يعني خلية تبارك وتعالى جب إيمان ورينا أقريه وهل التلفظ شرط أو شطر فيه تردد آية تلفظ بشهادتين شرط بو إيماني حاصلنا به شرط حصوليه يا جزء ترددي تدالي العلماء بعضي كان دلان شرطة بعضي دلان شطرة تشرد بي تشرد شطر بي إيمان ببيوي نا تجيبه فبري قادر جمهور المحققين لسر أويك شرطة وعليه فالمراد أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا على القادر على التلفظ بالشهادتين من توارث ومناكحة وغيرهما شاكا بلا وألزم القائلون بهذا القائلين بالثاني بأن من صدق بقلبه فمات قبل اتساع وقت التلفظ يكون كافرا وهو خلاف الإجماع على ما نقله لما ويجاب بأن هذا الإلزام إنما يتم على من أطلق الشرطية دون ما قيدها بالقادر وتظهر ثمرة الخلاف فيمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه وعدم فإنه مؤمن عند الله على الأول دون الثاني أو إيمان تصديق قلبي مع التلفظ بشهادتين جاءوا تلفظ بشهادتين آية هرب إجراء أحكامي دنيوية يابو نفس الأمر كشا أغا شرب يابو إجراء أغا شترج بي إيمان ببيوناء تجي آوايا شاك الجمهور لسر أوان كشرتا شاك نكشة تربية ولي كدلا إيمان أو تصديقية مع أو تلفظة دبي أو تلفظها بجاء تبلين شرطة تبلين شرطة شنك ببي أو تلفظي معتبرنيا جاء تمعتبر نبي بو دنيايا تمعتبر بو قيامتي أجنبي تمام وهل التلفظ شرط أو شطر فيه تردد جمهور لسرون كشرطة سمري خلاف كش أو كسي ببي تلفظ وقادرش بيه بمري أما باور قلبيها بيه بإيمان دار حسابه لكن بكساني كدلان شرطة أما لكن وين دي بكافر حسابه تمام والإسلام أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير أداي صلاة أداي زكاة إسلام عبارة لبري أعمالي كبجارحة وأعزاء ذكرية أو طاعاتاني كبأعمال ذكرين وكو تلفظ بها شهادتين وكو صلاة يعني كرنكي منظور فعلك فعلي قولي بيا فعلي عملي بيا
يا فعلي قلبي به تاكا أعمالي جوارح جوارح تقلب وكنيتنا تقلب تزبانة تأعزايا تاكا أو أنا بإسلام حسابا بأعمالي جوارح دلن إسلام تمام وغير ذلك ولا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان أي التصديق المذكور إسلام كي إطلاق دوت سر أعمال كانك بجوارح ذكرين أعمالي بجوارح بخارج من لعهدة التكليف معتبر نيا تكليف بإسلامي إلا مقر هاوري بدقال أو تصديق مذكوري تمام تبي إيماني دقال بيه بو خارج من التكليف يا مداخل بو الشخص كان لعهدي تكليف بيت داريا لعهدي تكليف بيت داريا التكليف الزام دابي هلا والله بيد ما خروج لعهدي تكليف يا في الخروج بها عن عهدة التكليف بلى تمام بلى يعني او الزامي كتكليف خستوي طويل لجرى الزامي هاتو تدريني والزامي انزام داوا والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك كما في حديث الصحيحين المشتمل على بيان الايمان بان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ومشتمل على بيان الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذا لفظ رواية مسلم وفي هذا رواية مسلم إذا تقديم الإسلام على الإيمان أكثر رواية البخاري كأو إيماني دبيش داهنا والتي تبعها المصنف كمصنف ودو رواية بخاريكي كوتوا بلا جاكوا كوتوا دبيش دا باسي إيماني دكا بويا دلا والإيمان تصديق القلب شاكا دواء دلا والإسلام أعمال الجوارح أولا سر أو ترتيب بندي ويروي وكتبكي تمام؟ تبعها المصنف لأنها على ترتيب الواقعي بلى بويا مصنف جدواي رواية بخاري كتوا شوك الرواية بخارية لسر ترتيب واقع يعني واقع نفس الأمر كأوايا كإيمانك الرددا أو جال إسلامتك الرددا دواقع دا عالمي عملي خارجي دا إيمانك ديتو دواء عمل كان ذكرين وتأخير الإحسان عنهما وهو مراقبة الله تعالى في العبادة الشاملة لهما حتى تقع على الكمال من الإخلاص وغيره لأنه كمال بالنسبة إليهما بلى هذا رواية مسلم وفيها تقديم الإسلام على الإيمان وتأخير الإحسان عنهما نولاك دوت مبتدا لأنه يبفر دوت خبر وتأخير الإحسان عنهما لأنه ده رواية مسلم جدا وإبخاري جدا إحسانك هر لدوايا وتأخير الإحسان عنهما لأنه كمال بالنسبة إليهما كمال اشتد واي اصلي تحقق اشتد احساني اويا مراقبوني ومواظبوني الله تعالى دا عبادت دا الشاملة عبادتي شيك شاملة بو ايماني شو بو اسلامي حتى تقع مراقبي الله ببو عبادتك على الوسي كمال بيتجي واقع بي على الكمال ككمال كبريتي الاخلاص دقتي زورو خشوع وخضوع من الإخلاص وغيره والفسق بأن ترتكب الكبيرة لا يزيل الإيمان خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين
الإيمان والكفر بناء على زعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان. فسق تبوي فيداد بي شخص مرتكب كبيرة بأن ترتكب الكبيرة بوجوري كارتكاب كبيرة بكرية فسق بوي فيداد بيدي بارتكاب صغير نالن فسق فسق إزالة إيمان ناكا بخلاف ومعتزلان كأوان قمان ينواء إزالة إيمان دكا بو معنى ناكا كافري دكا بل كبا معنى ايكا إنه واسطة بلى إنه أو فسقا واسطي بين إيمان وكفرة أوجب مبني لسر زعمي وان كدلن أعمال جزء إيمانية كأعمال جزء بو أو عملا نقص فيداكر إيمانك نقص فيدادك كأو فسقك نكفر نإيمان والميت بلى لا والفسق لا يجن الإيمان والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة إما أن يعاقب وإما أن يسامح كسيتي كبمري بمؤمني وحالي واب فاسق بي فاسق بي بأن لم يتب فاسق بي وتوبينك بي فاسق بي هتا آخري فاسق بي بو معنائك لم يتب أود جير مشيئتي الله تعالى إذا إما أن يعاقب معاقبة ذكري بإدخاله النار ثم إما أن يقع عاقب ثم يدخل الجنة لموته دعاء دبردنة باش جتن سر إيمان مردوة وإما أن يسامح مسامحه سهلا قاريدا قال ذكر الله ترق ديرا بأن لا يدخل النار شاك بوجريك داخلي أوري ناكري داخل ناكري ومسامحي ذكري قال ذكر بمجرد فضل الله تعالى أو بفضله مع الشفاعة بمجرد فضل جاري واهية جاري واهية بفضله بشفاعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض وغيره من النبي أو ممن يشاء الله قاضي عياض وديقران كتوان شفاعتك من النبي جدبي شفاع مع الشفاعة من النبي أو من كساني شديكيك خدا إرادك وتردد النووي في ذلك شاك متردد ونووي داخل غير في غنبري شفاعته لكن قال والد المصنف لأنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه كتويتي بويا ترددي كردو النووي شنك تصريح نهاتوا با شفاعت كني غيري في غنبرانو نفيج نكراوا قال وهي في إجازة الصراط بعد وضعه هر والد مصنف دلا أو شفاعتيا كمريد ترددي فلاني بوا وبعض في قائل شفاعة مؤمنا بإجازة صراطا ضميره يعود للشفاعة في عدم دخول النار وقوله في إجاء إنه بلى يشفع له في كونه يجوزه النجاة من النار بلى وهي شفاعة بعام تاكا نكر شفاعتي غير في غنبرة الشفاعات عموما تاكا بو عبور دانية للصراط دوائي وكالصراط دان درا لسد بشتي جهنم بصراط دان ببارتوي ناشتني وناوري وليرا لازم دي لإجازة الصراط نجاد لآوري تمام بلا. وزعم المعتزلة أنه يخلد في النار ولا يجوز العفو عنه ولا شيء كابره معتزلة بيواء أو كسيك ميتا فاسقا ونيا مخلدي في النار عفو شجائزني لبكر وشفاعة شبنا لا يجوز له الشفاعة فيه ولا يجوز العفو عنه ولا شفاعة دواري أو شخصين وأول شافع وأولاه يوم القيامة حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أول شافع قورترين شافع شاكب في غنبر صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع رواه الشيخان وهو أكرم عند الله من جميع العالمين أو مثال أولى بونكيا تمام؟ بلى الدليل أولى بونكيا بلى أول شافع أولى شافعي شاكا أنا أول شافعين وأول مشفعين مشفع ويا شفعتي بدريتي
ونيا دي جاد الزانين كأكرمي عند الله يا من جميع العالمين فز أولاش وله شفاعات أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف وهي مختصة به. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب. هكا أنواع شفاعتها أو دي جاري لفزابتي وهي شفاعات في إجازة الصراط هكا في إجازة الصراط شامل حالي أوانا دبي نا أو إجازة عامة كي كغير استيدا شريكة تمام أو إذا أو شفاعة عامة كي كغير استيدا شريكة نج إجازة كي في غنبري الشفاعة كيوي أو شفاعة عامة كغير استيدا شريكة أو عبارة لبري أو شفاعة بو إجازة صراط بو عبوردان لصراط ونيا أما شفاعة في غنبري صلى الله عليه وسلم شتي لإجازة عبوري صراطي شي تايبة ترتدى هيا وقضو بربابوني تيامت تمام؟ بلى وله شفاعات أعظمها في تعجيل الحساب أو بخوتينيا والإراحة من طول الوقوف أسو دكني خلطي لزور وقوف لا سحراء محشري وهي أو شفاعة مخصوص لبيغنبري وهي بهر دو قسمي و شفاعة دو هر دو قسمان دا. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب تعجيل حساب أو كيلير لازمنا يا أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة بري والله هذه بيش حساب كدعاء تعجيل الحساب وإراحة لطول. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب أوش قال النووي وهي مختصة به أيضا وتردد ابن الرقيق العيد في ذلك داخوة أو مخصوص بأن وافقه دو تردد دا والد المصنف وقال والد المصنف دل لم يرد فيه شيء لم يرد فيه شيء هتاوكو حكم بكي بلي مختص يا أبو اختزنيا. الثالثة في من استحق النار كما تقدم كسر استحقاق ناري هيو لنار نجاتي به ونيا. الرابعة في إخراج من أدخل النار من الموحدين أدو دوانا دا يشاركه فيهما الأنبياء فيهما يا فيها قربان. الثالثة في من فلان والرابعة في إخراج ويشاركه فيهما دبي وفيهما بي أخذها هرواية أسيو من دانش هرواية بلى. الثالثة في من استحق النار كما تقدم بمجرد فضل الله أو مع الشفاعة بلى. إما أن يسامح بألا بلى بلى. بأن يسامح بمجرد فضل الله بلى. وإما أن يسامح أويك بفلا بمجرد فضل الله أو مع الشفاعة قال القاضي أو ممن يشاء من النبي أو ممن يشاء وتردد النووي في ذلك شاكا بلى. الثالثة في من استحق النار كما تقدم أويك ميت بمؤمني ميت بفاسقي او استحقاق ناره يوما باسك دوكا اويك او بفاسقي دمريه تحت المشيئه ساك يا يعاقب يا يسامح بمجرد فضل الله يا مع الشفاعه شفاعتكش من النبي بو او ممن يشاء بو بتردد نووي تمام بلى. الثالثه في الرابعه في اخراج من ادخل النار من الموحدين شاكا فاز ويشاركه دوية كاندا أنبياء ويشاركه فيها ويشارك
ويشاركه مشاركي في غنبر صلى الله عليه وسلم دوت الرابع عيدا أنبياء ديكا والملائكة والمؤمنون تمام؟ الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهل جنته وجوز النووي أودكريئة واختصاصي ببيغنبريها به تجويز اختصاص يعني وويدتي أو اختصاصي هبه ببي ولا يموت أحد بأجله إلا بأجله رحمة الله عليك علينا وعليكم ورحمة الله.